وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الثاني والذي يأتيكم يوميا عبر شاشة قناة زاد العلمية في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة ويعاد يوميا في الساعة الثامنة مساء نستضيف فيه كوكبة متميزة من أهل العلم والاختصاص ونختتم اليوم بمشيئة الله تعالى شرح متن الأربعون المكية وهي أربعون حديثا في فضائل وأحكام البلد الأمين وذلك بصحبة جامعيها الشيخ الدكتور طلال أبو النور المدرس بالمسجد الحرام والمشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام أهلا ومرحبا بكم شيخ خير. أهلا ومرحبا بالشيخ سعيد وبالإخوة المستمعين جميعا نعم نسألكم شيخنا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني والثلاثون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنه طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لاضاءتا ما بين المشرق والمغرب اخرجه احمد والترمذي واللفظ له وصححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقني العلم النافع والعمل الصالح واياكم جميعا. واسأله سبحانه وتعالى ان يختم لنا جميعا بالصالحات وان يجعلنا من اهل الجنات فان ربي هو الجواد الكريم وان ربي هو السميع المجيب ثم اما بعد أيها الأكارم. آه لعل الحاجة قبل أن أدخل في الوقوف مع هذا النص النبوي الكريم أن أذكر بما ذكرته في الدرس قبل الماضي وهو أن قضية البيت في بعدها الإيماني العقدي تقوم على أصل عظيم وأساس محكم في كتاب الله عز وجل وهذا الأساس المحكم في كتاب الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى صاحب الحق الاوحد ان يختار من خلقه ما شاء وان يفضل من خلقه ما شاء وان يعطي بعض خلقه اصطفاء ما شاء فهذا حقه لانه هو الخالق جل جلاله ولانه هو العليم بما خلق ولأنه هو الحكيم في تدبيره جل جلاله وهو الرحيم الرحمن فهذا حقه جل جلاله فلذلك هذا البعد حقيقه الإيماني آه وهذا الأصل العظيم هو القضيه التي يبنى عليها قضية آه التعظيم لهذا البيت وخصائص هذا البيت فإنها لابد أن تؤسس على هذا الأصل الـ الـ الإيماني العظيم ثم نجد أن هذا الأصل العظيم مظاهره بعد ذلك ظهرت في ما ذكر الله عز وجل عن بيته من خصائص ثم ما تضمنت تلك الخصائص من أدوار وجودية عظيمة جدا منذ وجد البيت وإلى نهاية وجوده فإن تلك الأدوار هي موجودة فيه لا تنفك عنه أبدا فالبيت هدى منذ كان وسيبقى بيت هدى إلى أن يشاء الله عز وجل رفعه وهذا البيت مثابة للناس منذ كان والتاريخ اثبت لنا هذه المثابه وما زال الى اليوم يثبت مقتضى هذه الخصيصه لهذا البيت المثابه وتعلق القلوب بهذا البيت فالناس لا يقضون من هذا البيت وطرا والانسان ياتي اليه مشتاقا فاذا اخذ نهمته ورجع الى اهله يتجدد الحنين الى هذا البيت وهكذا بقيه الخصائص ومن القضايا التي يعني ايضا يتجلى فيها امر الاصطفاء الايات البينات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في بيته. وقبل ان ندخل ايضا يعني في الايات البينات وقد وقفنا مع بعض منها بالنسبه للبيت اريد ان اذكر بان الايات يعني بالنسبه للانبياء هي تلك الايات والمعجزات التي اجراها الله عز وجل على ايديهم لتكون طريقا الى ايمان الناس بما جاؤوا به من الحق من ربهم عز وجل. وما من نبي الا وايده الله عز وجل بما على مثله يؤمن الناس. فايد الله عز وجل وتلك الايات والمعجزات هي تنقسم الى قسمين رئيسيين منها الايات الحسيه ومنها الايات المعنويه. فالايات الحسيه على سبيل المثال مثل سفينه نوح، مثل عصا موسى عليه السلام مثل جيش سليمان الذي جمع له من تلك الخلائق كلها ومثل ناقه صالح الى غير ذلك من الانبياء التي ذكرها من الايات التي ذكرها الله عز وجل بالنسبه للانبياء. و الايات المعنويه وهي تلك الكتب التي نزلت. فاذا نظرنا الى ما انزل الله عز وجل وأيد الأنبياء بالآيات والمعجزات فإننا نجد أن ما سبق يعني من من الآيات البينات والمعجزات التي سبق تأييد الأنبياء السابقين بها فكل ذلك قد انتهى ولم يبقى من الآيات ممن يعني كان قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والمعجزات لم يبقى من المعجزات التي أُيَّد بها الأنبياء إلا ما كان للخليل إبراهيم عليه السلام وهو هذا البيت وما فيه من الآيات البينات وأبقى الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم تلك الآية العظيمة والمعجزة الكبرى وهو هذا القرآن العظيم الذي تكفل الله عز وجل بحفظه فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله عز وجل حفظ الذكر والله عز وجل وهذه هي الايه العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والايه الاساس وحفظ ايضا ايه الخليل ابراهيم التي هي هذا البيت وما عند البيت الكعبه والمقام والركن فحفظ الله عز وجل هذه الايه للخليل ابراهيم وهذا يعطينا دلاله على ان الله عز وجل ابقى من الآيات والمعجزات للأنبياء الذين بقي الأمر للناس باتباعهم فأبقى آية الخليل إبراهيم الذي جعله الله عز وجل للناس إماما والذي جعل ملته محل اتباع جميع الأنبياء وجميع الأمم من بعده بمن فيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فالله عز وجل يعني أخبر في كتابه الكريم وأنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وأمرت هذه الأمة باتباع ملة إبراهيم الحنيفية السمحة فلذلك بقيت هذه الآية للخليل إبراهيم عليه السلام في مكة تشرفها الله وهي هذه الكعبة الشريفة وهذا الركن وهذا المقام وأبقى الله عز وجل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن ثم البيان لهذا القرآن وهو السنة إذ فيهما الشرعة التي رضيها الله عز وجل الشريعة الكاملة التي رضيها الله عز وجل ولا يسخطها أبدا إلى يوم القيامة فهذا ما يعني مما بقي من معجزات الأنبياء من معجزات الأنبياء وفي هذا حقيقة يعني أمور من أعظمها ومن أهمها يعني مكانة هذين النبيين الكريمين فكل منهما خليل رب العالمين. وايضا مكانة هذه الايات التي ابقاها الله عز وجل مكانة البيت، مكانة الركن، مكانة المقام فهي من الايات البينات العظيمه حيث ان الله ابقاها الاف السنين. وايضا مكانة هذا الكتاب القرآن العظيم الذي الله عز وجل حفظه وتكفل بحفظه وجعله هدى وجعله هو الكتاب اي هو الكتاب الكامل هو الكتاب الكامل فهو المهيمن على جميع الكتب السماويه التي سبقته فاذا ادركنا هذا الامر ودخلنا الى النص بهذه حقيقه بهذا الوعي وبهذا الادراك فاذا هنا الاخبار عن ايه عظيمه الله عز وجل امتن بها امتن بها على أهل الإيمان على أهل التوحيد على الحنفاء بأن جعل هذه الآية في بيته وأنه حفظها عبر هذه القرون ولذلك هي آية عظيمة لا بد والآية هي دلالة فهي تدل الإنسان على أعظم فالآيات التي الله عز وجل يجريها والآيات التي يحفظها الله عز وجل للناس فإنه إذا فيها الكفايه في ان ترشد الانسان الى اعظم قضيه وهي الايمان به جل جلاله والتعريف به سبحانه وتعالى تعريفا يجعل الانسان يدرك ان المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى وحده. ففي تلك الايات اذا يعني في تلك الايات من تدبرها فانها ترشده الى تلك العلوم العظيمه المتعلقه ب معرفة ما لله من العظمة والجلال. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، ولذلك يقول العلماء في طمس نورهما لأنه لو أضاءتا ما بين المشرق والمغرب فينقطع بهذا الأمر حكمة الوجود التي هي الابتلاء والامتحان، إذ لو كان كذلك لامن الناس كلهم ونظام الح هذه الدنيا والوجود والحياه انما بني على تلك الحكمه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا فلذلك طمست يعني نور تلك الايتين ال ال الركن والمقام حتى يبقى قضيه الابتلاء ويكون الايمان بهما غيبيا ونعود الى قضيه وقضية الغيب، فإذا هذا النص إذا أعطانا أولا كون الحجر الأسود والمقام حجرين كريمين من أحجار الجنة، واجب ذلك الإيمان، واجب ذلك الإيمان. الأمر الثاني أن الله طمس نورهما وأن الحكمة في ذلك أن يكون الإيمان بهما غيبيا وأيضا أن يبقى أمر هذه الحياة على ذاك التدبير الرباني العظيم أن تبقى يعني قائمة على خلقة وطريقة تحقق للإنسان أمر الابتلاء والامتحان، ثم فضل المكان وهو البلد الحرام والمسجد الحرام على وجه أخص الذي احتضن هاتين الآيتين العظيمتين وهي الركن والمقام وأما طبعا الركن سبق الكلام عنه في مجموعة نصوص وأيضا هنا بالنسبة لي هذا المقام فالله عز وجل ذكره في كتابه الكريم منصوصا عليه من بين آيات المسجد الحرام فقال إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم آيات بينات مقام إبراهيم فهل المقام هو واحد من هذه الآيات وأنها مجموعة أو أن المراد أن المقام نفسه هو مجموعة آيات ولذلك من قال بهذا القول قال فإننا إن تأملنا في المقام فإن فيه مجموعة آيات فالحجر الصل أن تبقى فيه أثار الأقدام هذه آية أن تغوص هذه آية أخرى أن يكون ذلك في جزء من دون بقية الحجر هذه آية أن يحفظ آلاف السنين هذه آية أن يوجد من يريد ان يتعدى عليه ولا يستطيع هذه ايه فاذا فلذلك يقولون الحجر بحد ذاته فيه مجموعه ايات كل واحده منها حقيقه بالتامل والتدبر ثم اخيرا اقول الغنيمه حقيقه لمن اكرم بالوفود الى بيت الله الحرام خصوصا من اكرم بسكن البيت فان آه هذه غنيمه عظيمه استلام الحجر والصلاة خلف المقام لمن تيسر له ذلك وكما رأينا من فعل ابن عمر رضي الله عنه كيف كان حرصه لاغتنام تلك الغنيمة العظيمة نعم تفضل الحديث الثالث والثلاثون عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة فنزل الجبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فافرغها في صدري ثم اطبقه ثم اخذ بيدي فعرج الى السماء الدنيا الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري نعم. آه، هذا الحديث ينقلنا الى ايه اخرى في بيت الله وفي المسجد الحرام. آه هذه الايه مرتبطه بالماء المبارك خير ماء على وجه الارض ماء زمزم الذي كان خروجه ونبعه ايه اجراها الله عز وجل لخليله ابراهيم لذريته التي اسكنها عند بيت الله الحرام وتركهم ومعهم آه سقاء وجراب فيه تمر وبعد ان نفذ السقاء الماء الذي في السقاء والتمر الذي في الجراب بدأ الطفل يشعر بالجوع وشعرت امه به ثم في تلك الحادثه المشهوره المعروفه كان نبع ماء زمزم والذي هو هزمه جبريل ضربه الملك فنبع ذاك الماء المبارك الذي هو خير ماء على وجه الارض وحقيقه يعني كان الاختيار لهذا النص ان يقدم في هذا المكان لشرف المهمه التي أنيطت بزمزم في هذا النص حيث كان ذاك الأمر هو غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات الملأ الأعلى لملاقات الملأ الأعلى في ليلة الإسراء والمعراج فلما كان ذاك العمل العظيم ارتبط بهذا الماء المبارك فلذلك كان أن يقدم هذا النص على بقية النصوص الواردة في زمزم فإذا هذا النص يعطينا الدلالة أن لهذا الماء المبارك فضيلة جليلة حيث اختص من بين ماء الدنيا كلها أن يغسل به صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم استعدادا لملاقاة ربه سبحانه وتعالى في ليلة الإسراء والمعراج وأيضا كان في تلك الرحلة صلاته بالأنبياء فإذا بذاك الطهور فإذا هذا الأمر حقيقة يعطينا هذه الدلالة لمكانة هذا الماء المبارك حيث غسل به صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف وفيه ايضا علامه من علامات النبوه في شق صدره وغسله ثم التئامه وهذا كله ايه نؤمن بها غيبا عرفت لاننا يعني نؤمن بان النبي الصادق الامين لا يقول الا الحق عليه الصلاه والسلام وايضا يعني غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم ليقوى به على رؤيه ملكوت السماوات والارض والجنه والنار، فاذا تلك التهيئه طبعا شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ورد اكثر من مره، ورد اربع مرات يعني مره وهو صغير عند حليمه السعديه، ومره وهو ابن عشر سنين، ومره قبل نزول الوحي عليه، والمره الرابعه ليله الاسراء والمعراج. ولكل واحدة منها داع لذلك الامر والعجيب انها في الاربع كان الغسل بماء زمزم، فاذا هذا الاختيار لهذه المهمة هو يعطينا دلالة ظاهرة على فضل ومكانة هذا الماء المبارك الذي هو خير ماء على وجه الارض. نعم. الحديث الرابع والثلاثون عن ابي ذر رضي الله عنه في خبر اسلامه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى كنت ها هنا؟ قال: قلت قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليله ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت ما كان لي طعام الا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما اجد على كبدي سخفه سخفه جوع. قال: انها مباركه انها طعام طعم. أخرجه مسلم. هذا الحديث أيضا هو امتداد يعني لنفس الآية وهو وهي زمزم وكما قلت بعد أن أخذنا الجانب الأشرف وهو ما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وذاك الحدث العظيم في ليلة الإسراء والمعراج فأيضا هذا الماء المبارك مما جعله الله عز وجل فيه أنه طعام طعم وأن هذا غدا من اول يوم نبع فيه ماء زمزم، فلم يكن عند هاجر طعام ولم يكن الا ماء زمزم فكانت تشرب منه وتطعم وليدها، اذا وتشربه منه وتسقيه منه فكان يكفيها عن الطعام، فلذلك كانت هذه صفه فيه من اول يوم اخرجه الله عز وجل الى الى الارض، وبقيت هذه الصفه فيه حتى ايام الجاهليه فكان كما يعني ورد من 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 قول علي رضي الله عنه ان ابا طالب كان اذا لم يكن عنده ما يطعم اولاده وكانوا كثر فكان يبعثهم الى المسجد الحرام ليشربوا من زمزم فيكتفون به فاذا هذه يعني جعلها الله عز وجل للماء وهذه هي البركه التي جعلها الله سبحانه وتعالى ولذلك إذا بارك الله عز وجل الشيء فإنه يكون مباركا فلذلك يعني فهذه بركة هذا الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم له يعني هذا الموقف مع ابي ذر في 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 اول اسلامه وكيف ان ابا ذر بقي تلك المده في مكه تشرفها الله ولم يكن له طعام الا ماء زمزم بل حصل له السمن يقول تكسرت عكن بطني يعني اذا كانت البطن ممتلئه فاذا جلس الانسان فانه يجد ان تلك البطن تكون على طبقات دلاله السمن فيقول هذا الذي حدث له وما كان له سابق عهد بهذا الامر وانما حصل له بعد شربه من زمزم تلك المده من الليالي والايام فاذا فهذا النص اذا يعطينا دلاله على بركه ماء زمزم و أنها مشبعة وأنها مشبعة بالتجربة والواقع من أبي ذر رضي الله عنه وتأييد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتابع هذا الأمر ثم تتابع هذا الأمر ولذلك المواقف يعني كثيرا من ذلك يعني ما, ما, ما يذكره ابن القيم رحمة الله عليه يقول شاهدت من يتغذى به أي ماء زمزم الأيام ذوات العدد قريبا من نصف شهر وأكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوما إذا يعني هذه آه تطبيقات وموقف و و و للناس مع هذا الماء المبارك وما جعل الله عز وجل فيه من هذه الآية نعم الحديث الخامس والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله اخرجه الترمذي وقال حديث وقال حسن غريب وصححه الالباني. نعم هذا الحديث وهو يعني من جهه ان تلك البركه التي جعلها الله عز وجل في ماء زمزم وتلك البركه التي جعلها الله عز وجل في البيت فهل يعني يعني مدى انتفاع الناس بها اذا ابتعدوا عن هذا المكان فهنا ياتي الاخبار بان هذا الماء المبارك انه لا حرج للانسان ان يحمل منه واذا ما حمله فان تلك البركه التي ذكرت موجوده فيه ولا تخرج بمفارقته للمكان فيكون ذلك منحه من الله عز وجل ومنه من الله سبحانه وتعالى فلذلك وان هذا الفعل عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك وتحيل هذا الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان حتى بعد هجرته فإنه بعث إلى سهيل بن عمرو وطلب منه أن يبعث له من ماء زمزم، فبعث له راويتين إلى المدينة، فإذا ثم أيضا هو بعد ذلك بعد فتح مكة وحجه فكان يأخذ من ماء زمزم فعلم أن ذلك سنة وأنه مشروع ولا ولا حرج فيه، ولا حرج فيه، فإذا يعني يعني احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم ونقله معه الى خارج مكه وكذلك صحابته من بعده، هذا يعطينا دلاله على بركه هذا الماء وعلى سنيه هذا العمل، ثم ايضا ان هذا الماء كان هو تحفه اهل مكه اي هديتهم لمن ياتي اليهم وينزل بهم ولمن يريد ان يفارقهم فانهم يعطوه من هذا الماء فيكون معه كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يفعل ذلك وهذه الحمد لله يعني هي بقي هذا الهدي باقي إلى يومنا فالناس يحملون من زمزم وإذا ذهبوا بهم إلى أهليهم وقدموه لهم فإن الناس يتعاملون معه على أنه أغلى هدية جيء بها من البلد الحرام من البلد الحرام نعم ماشي تفضل حياك الله أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. آية الكرسي هي أفضل آيات القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: لما اخبره انها اعظم ايه في القران ليهنك العلم ابا المنذر وذلك لما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده ونعوت جلاله وكماله وهي حصن من الشيطان فقد قال الشيطان الذي امسكه ابو هريره وهو يسرق من زكاه رمضان اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي فانك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فذكر ابو هريره ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب وفيها اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن في سورة البقرة وآل عمران وطه، قال القاسم أبو عبد الرحمن: فالتمستها إنه الحي القيوم، وهي سبب لدخول الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. مرحبًا بكم أعزائنا المشاهدين نواصل قراءة الأحاديث الحديث السادس والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني نعم هذا الحديث حقيقة يعني كان الأخير في 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 الأحاديث الواردة في زمزم الجانب الأول وهو خيرية الماء فإذاً بعد أن عرفنا ما ما جعل له من المزية إذاً ذاك الماء هو خير ماء على وجه الأرض وأن تلك الأمور كانت فيه الطعام طعم وهو عطية من الله عز وجل في هذا الماء المبارك ولذلك قلت حتى يعني مشركي مكة كانوا يجدون ذلك فيه وهنا إضافة أمر يحتاج إلى نية صادقة ويحقق زمزم لصاحبه ذلك الأمر وهو أنه شفاء من السقم. فإذا الطعم هو خاصية فيه وأما قضية شفاء الشفاء من السقم جعلها الله عز وجل فيه لكن لمن صلحت نيته، لمن صلحت نيته. فإذا آه هذا الأمر ولذلك كان جاءت النصوص الكثيرة الواردة على مر التاريخ لمن قرأ تاريخ هذه البلدة المباركة وفود الناس إليها كيف كان عباد الله يتعاملون مع هذا الماء المبارك بيقين بأن فيه ذلك الأمر فكانوا يستخدموه لتحقيق هذا المراد وكان ابن عباس يعني ممن يفعل ذلك وكان يستشفي بماء زمزم فيقول عند شربه اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء فهذا ابن عباس كان يفعل ذلك مع زمزم وايضا نعود الى ابن القيم وكانت له تجربه وقد راى ايضا تجارب لاناس يعني عاصرهم فقال وقد جربت انا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم امورا عجيبه واستشفيت به من عده امراض فبرئت باذن الله فإذا هذه كلمة الإمام ابن القيم ويخبر يخبر عن نفسه ويخبر عن أناس من حوله وهذا سبحان الله عظيم يعني أيضا فيه حكمة عجيبة وهي أن الناس يفدون إلى البلد الحرام وهم من أجناس ومن أماكن شتى وإن القدوم قد يجعلهم يفقدون ما معهم من أدوية أو غير ذلك خصوصا على مر التاريخ فجعل الله عز وجل في هذا المكان ما يكون عونا لهم على شفائهم ودوائهم وعلاجهم في هذا الماء المبارك سوى أن هذا الأمر مرتبط بقضية النية الصادقة يعني اليقين فيما أجراه الله عز وجل في هذا الماء المبارك نعم تفضل الحديث السابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه متفق عليه واللفظ للبخاري نعم آه موضوع الحج حقيقه يعني كان ان يكون في 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 هذا المكان متاخرا في في ترتيب الاحاديث آه لانه بعد ان آه ادرك الانسان تلك القضايا المرتبطه بهذا البيت، القضايا المرتبطه بالحرم وما حول البيت، الايات البينات الفضائل والمكان التي جعلها الله عز وجل للبيت فعندها أحسب أن نفس أي إنسان يسمع عن مكان جعل الله عز وجل فيه تلك الخصائص إلا ونفسه تتوق أن يذهب إليه فهنا عندها يأتي الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الحج بقضية الحج وأن أيضا هذه العبادة التي شرعت والتي جعلت ركنا من اركان الاسلام فان قاصدها سيكون من احظ الناس من احظ الناس بذلك الخير وممن يعود باغنم الغنائم اذا ما انهى ذلك النسك وهو انه يعود كيوم ولدته امه مغفورا له ليبتدئ ما تبقى من حياته بصفحه بيضاء نقيه ثم ايضا يعني ان ذلك الامر مقيد بهذين الوصفين من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق فالرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة فلذلك يكون في ذلك الأمر هو بعده عن الشهوات والتي أكبرها وأعظمها ما علاقة الرجل بالمرأة فيكون في حال احرامه هو بعيد عن ذلك ليبقى خالصا في قصده لهذا البيت وهو التعبد لله عز وجل، واما الفسق فهو كل معصيه لله تعالى، فاذا هو يتجنب الشهوات وحتى المباح من تلك الشهوات واعظمها ما يتعلق بالمرأه فكل منهما يكون في حال الاحرام بعيد عن الاخر، ثم كذلك الفسق وهو المعصيه فيكون بعيدا. وهنا ايضا حقيقه اشاره خفيه وهي ان الانسان الغريب قد يتجرأ على فعل المعاصي باعتبار انه في بيئه غريبه عن اهله ويتهاون في ذلك ويريد الله عز وجل ان يجعل هذا المكان وهو بلده الحرام يعني مشهورا بالطهر مشهورا بالنقاء مشهورا يعني بحركه الناس فيه على طاعه الله عز وجل فلذلك قيل لهؤلاء الذين يفدون الى هذا المكان أن الأجر العظيم الذي جعل لكم مشروط بأن تتأدبوا بهذه الآداب إذا ما دخلتم أرض الحرم، فإذا فيه فضل يعني قصد البلد الحرام لأداء النسك، فيه الترهيب حقيقة بوجه عام من كل المعاصي التي تغضب الله عز وجل لسوء نتائجها وخصوصا إذا دخل الإنسان إلى ال ال البيت ال ال الحرام وال 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 والحرم. آه وأيضا يعني أن البر في هذه العباده التي هي الحج فانه متوقف على الالتزام بهذين الوصفين لم يرفث ولم يفسق فاذا يعني الاجر الحج عظيم وهو مرتبط بهذا المكان المقدس نعم. الحديث الثامن والثلاثون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث خبث الحديد والذهب والفضه وليس للحجه المبرورة ثواب الا الجنه اخرجه احمد والترمذي واللفظ له والنسائي وصححه ابن حبان والالباني نعم هذا الحديث حقيقه يعني حنين الافئده الى هذا البيت جعله الله سبحانه وتعالى يعني غريزه ولذلك قال الله عز وجل واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا فمنذ ان وجد البيت والنفوس تحن الى القدوم اليه ولا تقضي منه وطرا بل هو كما شبه ابن القيم مثل المغناطيس بالنسبه للحديد فلذلك القلوب تفد اليه وما ان تفد ثم تعود حتى تحن اليه مره اخرى ثم لذلك الخير العظيم الذي فيه ايضا مع هذا الباعث الغريزي فإن هناك توجيها نبويا شرعيا نحو أن يحرص الإنسان متى ما تيسر له ذلك أن يكرر الزيارة إلى بيت الله الحرام ليؤدي هذين النسكين الحج والعمرة ويعني كما قلت وسبق أن ذكرت هذا في في أكثر في في أكثر من لقاء وهو أن المحفز لهذا الإنسان المؤمن لعمل الطاعة والاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل وقلنا هذا هو الأساس واستحقاقه أن يعبد والأمر الثاني ذاك الأمر التحفيزي للأجور والجنة وما فيها من النعيم المقيم فلذلك وايضا من اكبر ما يعيق الانسان عن دخول الجنه هو تلك الاخطاء التي ارتكبها والمعاصي التي اقترفها فانها حمل يحمله ويريد ان يتخفف منه فياتي النبي وسلم ليخبر ان القدوم الى هذا البيت حجا او عمره سبب في ان يغفر للانسان تلك الذنوب ثم ليس فقط امر التخليه والتنقيه والتطهير بل ايضا يعود بالخير العظيم واعظم الخير أنه يكرم بأنه من أهل الجنة من أهل الجنة فإذا الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة فعلى هذا الأساس تابع العلماء في أمر الحج وعد يعني لعدد من العلماء حجج كثيرة قصدوا بها بيت الله الحرام يعني من أمثلة ذلك عطاء بن أبي رباح حج سبعين حجة والأسود بن يزيد قصد البلد الحرام ثمانين مرة ما بين حجة وعمرة و أيضا ما ذكر عن طاووس ابن كيسان اليماني رحمة الله عليه الإمام التابعي أنه قيل في جنازته أنه حج أربعين حجة, حجة إذا هذا التكرار إنما دافعه هو هذا التحفيز من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا يعني متى ما تيسر الإنسان لذلك نعم تفضل الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم اخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وحسنه الالباني. نعم. هذا الحديث الذي رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كم فيه من التشريف لهذا البيت الحرام وللبلد الحرام فنجد ان هذا اللقب العظيم الذي هو وفد الله جعله الله عز وجل لثلاثة اما الاول فهو المجاهد في سبيل الله واما الثاني والثالث فهم من قصدوا البلد الحرام والبيت الحرام لاداء هذين النسكين الحج والعمره فاستحقوا هذا اللقب وهو لقب لم يعطى لاي مسافر ولاي بلد دخل عليه وفد من الناس ان يعطى هذا اللقب الا لمن قدم مكه شرفها الله بحج او عمره بحج او عمره وهذا حقيقه يعني الامر يعني اعطانا الدلاله الواضحه لمكانه البيت ولمكانه العمل المرتبط بالبيت وخصوصا هاتين العبادتين الحج والعمره التي تدخل صاحبهما في هذا الشرف العظيم. وايضا هنا حقيقه عند التامل نجد ان هناك فائده يعني كبيره ايضا من 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 هذا الامر وهي ان هذا فيه تحريك لأهل البلد الحرام أن يتعاملوا مع هؤلاء الوافدين إليهم، مع هذا الوفد الكريم، بكل احترام وبكل تقدير وبكل ترحيب وبكل تقدير لهم حيث أنهم هم وفد الله عز وجل. وأيضا فيه دفع الإنسان أن يتعامل مع هؤلاء الناس باعتبار أموالهم أو أجناسهم أو ألوانهم أو لغاتهم أو أحوالهم قوة وضعفا وأن هؤلاء كلهم يوم أن كانوا حجاجاً ويوم أن كانوا معتمرين فإنهم دخلوا في هذا الوصف العظيم أنهم وفد الله وأيضاً يعطي إشعار بأن هؤلاء وفد الله لأنه هو الذي أمرهم بالقدوم وهو الذي أمر خليله إبراهيم أن يؤذن في الناس وهو الذي بلغ عنه فسمعه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فلذلك إذا استحضر الإنسان هذه المعاني فسيكون له أثره في التعامل مع هذا ال الوفد الكريم، فإذا نخلص من هذه الـ الـ الكلمات إذا أن الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر هم وفد الله وأن دعوتهم مستجابة فلذلك يا فوز من حظي بذلك ولذلك نقول حقيقة كل من هو في مكة شرفها الله وما حولها في موسم الحجيج والعمرة يفكر هل هو ممن حظي وفاز بدعوة من 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 حاج او معتمر اثر خدمة قدمها فاستدر عاطفته فصدق له في دعوة فيستجيب الله عز وجل له. ايضا انه قيل يعني ذكر العلماء ان سبب تخصيص هؤلاء الثلاثة بانهم وفد الله هو انهم تحملوا مشاقة بدنية ومالية كبيرة في سبيل ما خرجوا لاجله وفارقوا الاهل والاولاد فلذلك نالوا تلك الدرجه وكما قلت تضمن التوجيه لاهل البلد الحرام ومن حوله ان يقوموا بخدمه هذا الوافد واكرامه واكرامه نعم تفضل الحديث الاربعون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحيه في جحرها اخرجه مسلم يأرز اي ينضم ويجتمع بعضه الى بعض بين المسجدين قال الامام النووي اي مسجدي مكه والمدينه نعم. ختمت بهذا الحديث الاربعون المكيه كانت البدايه بأول بيت فهذا البيت هو الأول السابق لكل بيت بني لعبادة الله عز وجل هذا هو البيت العتيق والعتيق هنا بمعنى قيل الذي اعتقه الله عز وجل من الجبابرة فلم يتسلط عليه جبار وقيل العتيق بمعنى القديم وقيل العتيق بمعنى الجميل فإذا تلك معاني لوصف العتيق الذي جاء في كتاب الله عز وجل لهذا البيت فلما كان البدايه يعني لهذا البيت بالنسبه لبيوت العباده فكذلك الختام به لما كان البيت هو منطلق البعثه الخاتمه والنبوه الخاتمه التي ارادها الله سبحانه وتعالى ان تبقى الى يوم القيامه. وان هذه الامه هي الامه الخاتمه، والكتاب الذي انزله الله هو الكتاب الخاتم، فالنبي هو الخاتم والكتاب هو الخاتم والامه هي الخاتمه، فاين ستكون؟ ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغربه التي ستكون في هذه الامه، وانها واقعه بها. وأن الأمر سبحان الله يعني عندما تبدأ تلك الغربة فإنها تبدأ تتجه إلى حيث مكان قوتها وإلى حيث مكانها الأول وإلى المكان الذي انطلقت منه عرفت فلذلك يأرز الإيمان إلى ما بين المسجدين وأروزه إلى ما بين المسجدين وهو مسجد المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية والمسجد الحرام بمكة شرفها الله وهذا فيه دلالة حقيقة على مكانة هذين المسجدين وأثرهما في دلالة الناس وأثرهما في هذا الدين ف يعني فلذلك يأرز الإيمان إلى ما بين المسجدين إلى ما بين المسجدين ونعلم يعني أن نهاية هذه الدنيا إنما النهاية لا بانتصار الباطل على الحق وانما بانتصار الحق على الباطل وذلك بنزول عيسى عليه السلام الى هذا البيت وبنزول عيسى عليه السلام وما يحدث من ذاك الانتصار ثم وهزيمه اهل الكفر والشرك ثم يقبض الله عز وجل روح عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وعندها يبقى شرار الخلق فتقوم عليهم الساعه فاذا هذا النص يخبر عن بيان غربة الإسلام في ابتداء ظهوره وغربته في آخر الزمان وفضل ومكانة مكة شرفها الله والمدينة النبوية في هذا الأمر ثم التنبيه يعني على أن هذين المكانين يعني على عدم جواز دخول المسجدين إلا للمسلمين والإشارة إلى مبدأ الإيمان كان بمكة وظهوره بالمدينة والأروز بعد ذلك إلى هذين المسجدين فإذا هذه الآية العظيمة وهذه المنة الجليلة يعني هي أيضا مما يكمل الأمر مع ذاك التصور المرتبط ببيت الله الحرام وبهذا نكون قد وقفنا وقوفا سريعا وإطلالة سريعة مع تلك النصوص المباركة التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبيت الحرام نعم بسمكم جميعا مشاهدين الكرام نشكر لفضيلة شيخنا الدكتور طلال أبو النور ما تحفنا به من هذا الشرح المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله من العلم النافع ولا ننسى أن نذكركم بالرابط برابط اختبار المعلومات ثم نستأذن الشيخ في عرض ما تيسر من الأسئلة فيما تبقى من الوقت ونأمل من مشاهدينا الكرام من كان لديه سؤال أن يلقيه عبر الاتصال أو عبر الرقم الذي يظهر على شاشة القناة هناك سؤال وردنا من عبد الله من السعودية يقول أيهما أفضل وأكثر ثوابا أن يعيش المرء في مكة أم في المدينة طبعا يعني يعني اولا انا اريد ان ابين يعني الاصل وهو اخبار الله اخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الاماكن الفاضله الثلاثه وهو المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى وايضا يعني لكل منها فضل سواء كان في جانب العباده او في جانب السكنة فالبركة التي جعلها الله عز وجل في مكة، وضعفها التي جعلها الله عز وجل في المدينة، هذا بالنسبة للطعام، مضاعفة الاجر الذي جعله الله عز وجل في مكة، والذي مثل مئة ضعف عما عم هو في المدينة بالنسبة لي للصلاة، ثم يعني المسجد الأقصى وما جعل الله فيه أيضا من البركة الذي باركنا حوله، ثم مضاعفة الصلاة بخمسمائة صلاة، إذا هي أماكن فاضلة والإنسان بحسب ما يتيسر له من 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 المقام ولذلك يعني حتى لا يدخل الانسان الحقيقه في 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 جدال ما تيسر له وطابت نفسه يعني به فانه يسكن فيه بحسب حقيقه الاشياء الذي سيكون عونا له على كسب تلك الغنيمه في ذلك المكان فان كان الدافع سيدفعه ان كان بمكه أن يحرص على القيام بتلك العبادات المكية ويغتنم تلك الغنائم العظيمة فيكون بهذه الصورة سوف يكون له البقاء في مكة أغنم له وإن كان بقاؤه في المدينة هو الذي سيدفعه إلى اغتنام ذلك الخير ولو جاء في مكة قد لا يجد ذلك التحفيز فنقول ابقى في مكانك فهو فلذلك هي قضية الباعث الذي سيدفعه إلى اغتنام فرصة الطاعة في هذه الأماكن المباركة نعم بارك الله السؤال الثاني وردنا من الاخ عبد الله من السعوديه يقول: ذكرتم حفظكم الله انه لا ينبغي ان يخرج المسلم من مكه بعد ان اكرمه الله بالعيش فيها ولكن ماذا لو اضطر الشخص للخروج منها والسكن في بلد اخرى نتيجه لظروف عمل قهريه او لطلب الرزق. ماشي يعني احنا قلنا هذا ذكره بعض العلماء وليس هي قضيه محل التسليم عند جميع العلماء. لكن واستنباط استنبطه العلماء من قول النبي عليه الصلاه والسلام لولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت وما سكنت غيرك وايضا فعل بعض الصحابه طبعا استثني المهاجرون من من هذا الامر لان ما هم فيه من فضل الهجره هو اعظم من السكنى فهذا الامر فعلى هذا الاساس يعني نقول ان الانسان ان اكرمه الله بالسكنى فلا يخرج منها فعلا الا ان ان يكون مضطرا لهذا الامر لانه خير اكرمه الله عز وجل به نعم لكن لا يعني انه ان خرج يعني نقول انه محل الاثم او كذا لكنه فاته خير وخير عظيم او خير عظيم نعم لعلكم مش يعني في اقل من دقيقه تتحفنا بوصيه نختم بها هذا اللقاء يعني حقيقه الوصيه التي اختم بها وهو ان اذكر بأن هذا البيت هو قبلتنا أحياء وأمواتا وأننا ينبغي أن هذه المعاني نمتثلها في حياتنا وأن نربي عليها أبناءنا ولذلك الوصيه للآباء والأمهات أن ينشئوا جيلا على حب هذا البيت وتعظيمه وإجلاله وأن ندرك أن التعظيم هو على حال القرب وكذلك على حال البعد. شكر الله لشيخنا وبارك فيه وفي علمه والشكر موصول لكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مباركين إنما كنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون